السلام عليكم، ازيكم يا اولاد؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. هنشرح النهارده البريدونتال انسترومنتس في السريع كده ان شاء الله، نحاول ما نخليش الفيديو طويل، يكون ايه قدر الامكان معقول علشان ومركز على الحاجات المهمه بس باذن الله. طيب ايه هي البريدونتال انسترومنتس؟ قالك والله هي الانسترومنتس اللي حضرتك بتستخدمها في البريدونتال تريتمنت. طيب معلش، ايه هو اساسا البريدونتال تريتمنت؟ قالك والله انت لما تيجي تعمل لعيان جالك بيقول لك يا دكتور انا عندي بليدنج وذ براشنج او ايا يعني كانت المشكله اللي عنده، فالمهم انت شخصت وقلت ان العيان ده عنده جنجيفايتس او بريدونتايتس، انفلاميشن في الجنجفا، وزاد وصل لدرجه ان هو وصل للبريدونشن، فانت قررت انك هتعمل له العلاج. ايه بقى العلاج؟ العلاج بتاع العيان ده هيمر بمرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولانية اسمها فيز 1 سيرابي، والمرحلة التانية اسمها فيز 2 سيرابي، فيز 1 وفيز 2، كل مرحلة بيتعمل فيها علاج معين، وهنفهم دلوقتي إيه القصة بتاعتهم. طيب أنت قبلها أصلا علشان تقدر تعمل علاج صح لازم تكون مشخص صح قبل كده، فدايما كنا زي ما إحنا بنقول على طول السايكل بتاعتنا بتقول إن إيه بروبر دايجنوزس، معناها ان انا ان شاء الله هعمل بروبر تريتمنت وباذن الله نوصل للبروبر بروجنوزز، ان انا هوصل ان العيان بتاعي هيكون ساتسفايد في النهايه وانا كذلك ساتسفايد، هو يحصل له ريكفري وانا ابقى ساتسفايد ان انا اديت عملي على اجمل وجه يعني ان شاء الله. طيب بناء على الكلام ده انت هتلاقي ان انواع الانسترومنتس اللي انت هتستخدمها في البريدونتال فيلد هيكونوا موست كومنلي الثلاثه اللي قدامنا دول، دايجنوستيك انسترومنتس الادوات اللي انت هتستخدمها في الدايجنوزس اللي بنقول عليها الدايجنوستيك كيت هنعرفهم دلوقتي، والادوات اللي هتستخدمها فيز 1 والادوات اللي هتستخدمها فيز 2. قال لك والله فيز 1 دي بتكون نون سيرجيكال فيز، مهم تفهم ان انت هنا ما بتعملش اي نوع جراحه في فيز 1. طيب انت بتعمل ايه في فيز 1؟ قال لك والله بتعمل حاجه اسمها سكيلينج اند روت بلينينج. سكيلينج اند روت بلينينج اللي هو الاختصار بتاعهم اس ار بي. سكيلينج يعني ايه ورود بليدنج يعني ايه؟ هنفهم دلوقتي ونقول ان شاء الله لما نوصل ل او ممكن نقولهم دلوقتي. طيب السكيلينج اللي هو ايه؟ ان حضرتك هتشيل ان دلوقتي العيان ده عنده التهاب في الجنجفا والبريدونشن، الالتهاب ده جاي نتيجه ايه؟ جاي نتيجه الكالكولاس اللي موجود عنده، فانت قررت انك هتشيل الكالكولاس ده. قالك والله هو الكالكولاس ده سواء كان موجود سوبرا جنجيفال او سب جنجيفال لما تيجي تشيله العمليه دي بنسميها سكيلينج. يبقى السكيلينج ايه هو السكيلينج؟ الريموفال اوف السوبرا جنجيفال اند السب جنجيفال كالكولس. طيب ايه بقى الروت بلينينج؟ الروت بلينينج فكرته ان العيان ده نتيجه الانفلاميشن بتاعه بيكون عنده نكروتيك سيمنتم، السيمنتم بتاعه بقى حصل فيه سلايت نكروزس او شويه نكروزس، فانت عايز تنظف النكروزس ده زي ما يكون عندك صديد او جرح، فانت بتفضيه علشان الدنيا تبقى ايه؟ تفضيه من اي عدوى يعني. فانت هتشيل النكروتيك سيمنتوم ده وتعمل تخلي السيرفيس بتاع الروت سموث خالص عشان تسهل عمليه الريكفري بتاعه الجنجيفا بعد كده، فده فكره السكيلينج اند روت بلين. العمليه دي كلها بنسميها فيز 1، ما بيكونش فيها اي تدخل جراحي خالص نهائيا، دي بنسميها نون سيرجيكال فيز سكيلينج اند روت بلين فيز او الميكانيكال ديبرايدمنت فيز، كانك بتنضفها كده ميكانيكالي، ده فيز 1. بعد ما بتعمل من العيان فيز 1 بتمشيه وتعمل معاه فولو اب باورال هايجين ميجرز، تمشيه على التوث بيست والماوس ووش والفلوسنجز والاورال هايجين ميجرز كلها، وتعدل له الدايت قدر الامكان، وتعمل معاه حاجه اسمها مينتيننس فيز، هي مرحله في النص ما بين فيز 1 وفيز 2. المينتيننس فيز دي بتقعد تتابع معاه ويجي لك وتتابع وهكذا لحد ما بعد فتره تقرر هل هنعمل العيان ده نخش ان الحاله اللي عنده تستدعي ان احنا نعمل له سيرجري ولا لا. لو تستدعي ايا كان بقى نوع السيرجري، لو تستدعي ان هو نعمل له سيرجري هنخش في فيز 2، لو ما تستدعيش وحصل ريكفري للجنجيفا فيبقى احنا اكتفينا بالبريدونتال تريتمنت بتاعنا بفيز 1 فقط. فهمنا كده؟ بس دي مقدمه بسيطه بس عشان نفهم كل مرحله المفروض بيتعمل فيها ايه. يبقى احنا دلوقتي هنشرح ايه؟ هنشرح الادوات اللي انت هتستخدمها في اثناء عمليه الدايجنوزز، بعد كده هننتقل نشرح الادوات اللي انت بتستخدمها في فيز 1 ثيرابي اللي هم عمليه السكيلنج والروت بليننج، بعد كده المرحله ننتقل لشرح الادوات اللي بتستخدم في السيرش. تمام كده؟ طيب تعالوا ناخد رقم واحد الدايجنوستيك انسترومنتس. ايه الدايجنوستيك انسترومنتس؟ والله هي الدايجنوستيك كيت العاديه اللي حضرتك بتستخدمها في اغلب السكاشن او اغلب الدنتال فيلز، مش مقتصر على البريو بس، اللي هم الميرور
والتويزر والبرو. طيب تعال ناخد كل واحد. المطلوب منك في كل واحد ايه؟ يعني اي هما دول كلهم هاند انسترومنتس، فانت اي هاند انسترومنت لما تيجي تذاكرها او تعرفها المفروض تعرف شكلها عامل ازاي، شكلها عامل ازاي، وهل في حاجه مميزه في الديزاين، واستخداماتها يعني استخداماتها الاساسيه ايه. فانا خلينا نبدا بالدنتال ميرور. رقم واحد الدنتال ميرور، قال لك والله لو جيت تبص على اي هاند انسترومنت بتلاقيها بتتكون من ثلاث اجزاء، جزء ايه ده وبي وسي، الصوره ايه. فالجزء الايه ده اللي هو بنسميه الهاندل اللي انت بتمسك بيه الانسترومنت، وجزء الشان كده ده اللي حضرتك بي هو يعني هو مجرد وصله بين اي وسي، بس في الاغلب انت ايه بتكون ساند صابعك عليه كده عشان تبقى ايه عامل كونفيرم الجريب بتاعتك على الانسترومنتس. وجزء سي ده بيكون الوركينج اند. طبعا الوركينج اند ده بيختلف من انسترومنت لانسترومنت. تعال نتكلم بقى على الدنتال ميرور. قال لك والله على حسب انت هتستخدم، لو هتستخدم الوركينج اند نفسها يبقى دي حاجه اسمها سبيسيفيك يوزز او دايركت يوز، اللي هي الاستخدامات العاديه بتاعت الميرور بالوركينج اند بتاعها، اللي هم ايه بقى الثلاث حاجات اللي قدامنا دول، اللي هم الاندايركت فيجن. يعني واحنا فاهمين يعني ايه اندايركت فيجن، يعني انت مثلا عايز تشوف اللينجوال بتاع اللور تيس وانت انفرانت العين، او عايز تشوف اللينجوال بتاع الابر تيس وانت بيهايند العين، فهتشوفه ازاي؟ هتستخدم الميرور، تحط الميرور وتبص على اللينجوال بتاع العين، ده الاندايركت فيجن، مفهوم. طيب رقم اثنين الريتراكشن. ايه هو الريتراكشن؟ ان حضرتك عايز تشوف الدنتال فيلد بصوره اوضح، فبتراجع عامل ريتراكشن سواء كان للتشيك او للليب او للتنج بتاع العيان عشان تقدر ايه تشتغل براحتك باكسسبيليتي وفيزيبيليتي كويس. طيب رقم ثلاثه اللي هي الاندايركت اليومينيشن. يعني ايه اندايركت اليومينيشن؟ قال لك والله ان انت ممكن تستخدم الميرور كسطح عاكس للضوء، يعني تحط الميرور جوه اللينجوال ناحيه اللينجوال بتاع الاسنان وتعكس اللايت عليها بحيث ان هو يرفلكتد على الاسنان بحيث انك تقدر تشوف الاسنان بصوره اوضح، فيسهل عمليه التشخيص بتاعك ويسهل عمليه الشغل. فده فكره الاندايركت اليمنيشن. ده كده السبيسيفيك يوزز بتاعت الميرور. طيب اللي هي بتتعامل بالوركينج، ايه بقى النون سبيسيفيك يوزز؟ قال لك والله النون سبيسيفيك يوزز او الاندايركت يوز دي اللي انت هتستخدم فيها الناحيه الثانيه اللي هي الهاندل، اللي هم مين؟ قال لك والله هم استخدامين اساسيين، الموبيليتي تيست والبركشن. واحنا فاهمين ايه هو الموبيليتي، بتستخدم تو هاندلز من الميرورز او صباعك وون هاندل من الميرور وتعمل الموبيليتي تيست بتاعك بالجريدز بتاعته المختلفه، او البركشن تيست سواء هتعمل انت طبعا باستخدام الهاندل اللي هو الجزء ده وبتخبط على السنان سواء كان فيرتيكال بركشن بتخبط عليها من فوق على الكلوزر سيرفيس عشان تيست البري ايبيكال تيشو، او من اللاترال بيركشن من الجنب كده عشان تاسس البريدونتال تيشو بتاع العين. ده كده استخدامات الدنتال ميرور. طيب تاني حاجه في الدياجنوستيك كيت اللي هي مين؟ التويزر. طيب ايه التويزر؟ قال لك والله ده انسترومنت سهله في الاستخدام، ما فيهاش اي وتستخدم كتير جدا في شغل الاسنان. فكرتها الاساسيه انك بتستخدمها انك تحط الحاجات جوه بق العين وتخرجها من بق العين. ومستقبل من الحاجات اللي انت بتمسكها بالتويزر هي بتكون الكوتون بيلتس او الكوتون بتاعك وانت شغال عشان تنظف البليدنج، مثلا وانت شغال شغل البليدنج وانت بتعمل السكيلنج عايز تنظف البليدنج، فبتمسك الكوتون دي التويزر وتحطه، خصوصا لو مثلا انت عندك بليدنج موجود ما بين سنتين انتردينتالي وانت بتحاول تنظفه بالقطن كده بايدك مش عايز يطلع، فانت عايز تجيب الحته اللي موجوده انتردينتال، فبتجيب حته قطنه صغيره وتبلها شويه ميه وتحطها في التويزر وتدخل كده ايه تعمل لها سوكنج ما بين التو تيس، فتروح جاي شايل البليدنج سبوت اللي موجوده بينهم بحيث تقيم تقدر تشوف هل لسه في كالكولاس موجود ولا لا علشان تقدر تعمل السكيلنج بتاعك كويس وتكونفيرم انك شلت كل الكالكولاس اللي موجود. ده فكره استخدام التويزر. طيب قال لك والله التويزر ده في منه نوعين، نوع نون لوكينج ونوع لوكينج تويزر. طيب ايه النون لوكينج تويزر؟ والله هي الصورتين موضحين ما فيهمش اي خلاف، هي الفكره بس في الاثنين ايه، ان النون لوكينج ده الانسترومنت بتاعتك لما تيجي تضغطها وانت ماسك الحاجه ما بت... ال... 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 النوتش ده ما بيمسكش في الثقب بتاعه، فبالتالي بيفضل الانسترومنت عامله ضغط على ايدك، فانت طول الوقت لازم تفضل ضاغط علشان الحاجه ما تقعش منك يعني. بينما عكسه اللوكنج تويزر ده لا، مجرد بس انك بتضغط كده فبيحصل لوك ما بين الاثنين وبتبقى ايه بيقلل الاستريس. طبعا اللوكنج تويزر افضل علشان هو بيقلل الاستريس على ايدك. طيب طولنا قوي في التويزر لكده.
طيب ده بالنسبه لي للتويزر. تالت حاجه في الدياجنوستيك كيت، ويعني ايه الموضوع هيطول شويه لان هي انواع البروب كتير قوي. قال لك والله يا سيدي البروب او البروب بتاعك في الدنتال فيلد في منهم انواع كتير زي الاندو بروب وانواع بروبس كتيره. اللي يهمنا احنا هنا مين؟ البريدونتال بروب. قال لك والله لو جيت تبص على البريدونتال بروب بتاعك ده هتلاقي ليه ناحيتين، ناحيه بتكون واخده شكل كيرف كده وبتنتهي ببوينتد تب بتكون شارب، دي بنسميها اكسبلورر اند، والناحيه الثانيه بتكون فيها تدريج كده وبتكون بلانت اند مش شارب، دي بنسميها بريدونتال اند. كل واحده من دول ليها استخدامات، فخلينا نبدا بالاكسبلورر اند الاول. طيب ايه هي استخدامات الاكسبلورر اند؟ قال لك والله بما انها شارب فانت تقدر زي ما احنا بنقول كده انت بتتشك هل في كاتش ولا لا. الكاتش ده اصلا بيعبر عن ايه؟ بيعبر ان لو انت هتشك الكاتش بتاع الكالكولس او هتشك الكاتش بتاع الكيرس، فانت بتاسس بيها السام جنجيفال ديبوزيتس المقصود بيها كان سواء بليك او كالكولس والكيرس. رقم اثنين بعد ما حضرتك بتعمل الروت بلينج اللي احنا قلنا عليه انك بتشيل النكروتك سيمنتوم، فانت عايز تتشك ان السيرفس بتاع الروت بقى سموث، هتشك مين؟ بالاكسبلورر اند بتاعت البروب. ورقم ثلاثه بتعمل بيها اسسمنت للريستوراتيف بروبلمز زي مين مثلا؟ زي ما يكون عندك اوفر هانج ريستوريشن وانت عايز تاسس الاكستنشن بتاعه، او لو مثلا بتكون بتعمل كلاس 1 او 2 وانت عايز تاسس السموزنس بتاعت الفلور بتاعتك فبتستخدم الاكسبلورر اند. ده الناحيه ايه؟ الاكسبلورر اند. طيب خلينا نخش بقى على البريدونتال اند، دي فيها كلام كتير قوي مش قوي يعني ربنا يسهل ان شاء الله. طيب البريدونتال اند، البريدونتال اند اللي هي بتكون مدرجه بالشكل ده استخداماتها من اسمها كلمه بروب هتاخد منها انت هتعمل بروبينج. بروبينج يعني هتعمل تو تايبس اوف بروبينج، بروبينج ديبس و بليدنج اون بروبينج. هتعمل بروبينج ديبس والبليدنج اون بروبينج، خلينا ناخدهم واحده واحده. يعني ايه بروبينج ديبس؟ بروبينج ديبس يعني انت هتقيس مسافه لحاجه معينه او عمق حاجه معينه اللي هو مين؟ ايه هو البروبينج ديبس؟ قال لك والله هي المسافه من الفري جنجيفال مارج اللي انت بتبقى شايفه في بق العيان الى الديبس اوف ذا سالكس. طب انا بقيس المسافه دي ليه اصلا؟ انا ليه عايز اقيس المسافه من الفري جنجيفال مارج للديبس اوف ذا سالكس؟ علشان اسس هي الابيثيليال اتاتشمنت موجوده في مكانها الطبيعي ولا لا. الابيثيليال اتاتشمنت المفروض الطبيعي انها بتكون موجوده عند السيمنتو انامل جنكشن، فلو واكسبتبل ان هي في بعض مع الايجنج يعني في السن الكبير انها تكون تحت السيمنتو انامل جنكشن بنص الواحد ملي، فانت مثلا لو عندك 2 ملي فري جنجيفا ومن نص الواحد ملي بيسيل الاتاتشمنت تحت سيمنتو انامل جنكشن فالمسافه توتالي كام؟ 3 مثلا. فبيقول لك ان ده النورمال رينج اوف الجنجيفال ديبس اوف سالكس، ان هو لو النورمال بتاعه من 1 ل 3 بافريج 1.8 من 10 هقول ان العيان ده نورمال بروبينج ديبس. فده مش معناه انه عنده نورمال هيلثي جنجيفا، ده مش معناه انه هو هيلثي جنجيفا، هو نورمال بروبينج ديبس بس ممكن يكون عنده جنجيفايتس او يكون هيلثي جنجيفا. ازاي هتاسس كل الساينز الثانيه بقى ان ممكن يكون عنده ايه؟ ممكن يكون عنده مثلا بليدنج وبروبينج ويكون عنده ايديمتس جنجيفا وبلانت انتردنتال بابيلا ورولد مارجن وباقي الحاجات دي. بس هي الفكره في ايه؟ ان انت هتقيس البروبينج ديبس علشان تاسس. لو هو اقل من 3 موست كومنلي العيان ده لا اما هيكون هيلث جنجيف او جنجيفايتس. طيب لو لقيت المسافه اكتر من 3 ده معناه ان العيان ده قلب ببيريدونتايتس. ليه؟ لان كده الابسيلال اتاتشمنت نزلت عن مستواها الطبيعي فحصل كلينيكال لوس اوف اتاتشمنت. يبقى ده كده استخدام البريدونتال بروب في القصه بتاعت البروبينج ديبس. يبقى انا باسس بيه بميجر بيه البروبينج ديبس علشان اشوف المسافه، لو هي اكتر من 3 يبقى غالبا العيان ده عنده كلينيكال لوس اوف اتاتشمنت، وطالما حصل كلينيكال لوس اوف اتاتشمنت يبقى العيان ده اتنقل من جنجيفايتس الى بيريدونتايتس. بس ده طبعا بفرض ان العيان عنده نورمال فري جنجيفال مارجن، الفري جنجيفال مارجن بتاعه موجود في مكانه الطبيعي اللي هو بيكون فوق السمنتو نورمال جنكشن ب 1 ل 2 مللي. اما لو عنده ريسيشن هيبقى في وضع تاني، ولو عنده جنجيفال انلارجمنت هيبقى في وضع تالت. بس دول ممكن نبقى ايه نشرحهم واحنا بنشرح البريدونتال شارت يعني عشان يبقى على جنب عشان ما نطولش الدنيا هنا. طيب يبقى ده كده ايه الكلينيكال لوس اوف اتاتشن. طيب رقم ثلاثه انك بتاسس بيه البليدنج اون بروبنج. ايه البليدنج اون بروبنج؟ حضرتك بتجيب البروب وبتلمس بيه الجنجيفا في ثلاث نقط على الفيشل سيرفيس بتاع السنه وفي ثلاث نقط على اللينجوال سيرفيس بتاع السنه ميديال وميزل وديستال، وتاسس هل حصل بليدنج ولا لا.
بدرجات مختلفة. وهنا الجملة دي مهمة، إن هو الـ early sign of inflammation in gingiva، العيان أول ساين بتظهر عليه لو هو عنده جنجيفايتس الـ bleeding on bromid. أول ساين مهم تفهمها إن هو بيحصل عنده bleeding on bromid. ليه بيحصل bleeding on bromid؟ شوية حاجات كده هيستوباثولوجي مش مهمة يعني دلوقتي عشان ما نطولش الدنيا، بس المهم إن الساين دي بتظهر حتى قبل ظهور الإديمتاس جنجيفا وظهور البلانت انتردنتال بابيلا وظهور الروند مارجن والقصص دي كلها. دي الايرلي ساين اوف انفلاميشن. طيب يبقى دول ايه؟ اليوزز المباشره. عملت بيه بروبنج ديبس فوصلت من خلالها كلينيكال عشان اشوف في كلينيكال لوس اوف اتاتشمنت ولا لا عشان اقدر اصنف هو جنجيفايتس ولا برونتايتس. رقم اثنين او رقم ثلاثه عملت بيه البليدنج ومبرو. طيب رقم اربعه وخمسه دول حاجات ايه في السريع وسهل يعني بتمجر بيه الاماونت اوف جنجيفال ريسيشن، اللي هو مثلا العين حصل عنده جنجيفال ريسيشن، فانت هتقيس المسافه من السمنتو انامل جنكشن اللي هتكون واضحه في حاله الريسيشن لحد الفري جنجيفال مارجن. فالعيان في الحاله دي هتقول مثلا ان هو عنده 5 مللي ريسيشن، ده قياس قياسي يعني. وبتميجر برضه بيها الويتس اوف الاتاتشد جنجيفا علشان ده مهم برضه في الجراحات وكده. طيب ده كده الاستخدامات العامه بتاعت اي بروب عموما. البروب احنا لسه هنقول دلوقتي ان السلايد اللي قدامنا دي في انواع بروبز كتير، كلهم او بلاش نقول كلهم، اغلبهم بنستخدمهم في الاستخدامات اللي احنا لسه قايلينها دي. هيكون في بس سبيسيفيك يوزز لبعضهم هنقولها ان شاء الله لما نيجي. طيب تعال نشوف بقى ايه الانواع بتاعه البريدونتال بروب. ايه هي التايبس اوف بريدونتال بروبز؟ والله قال لك التايبس بتاعه البريدونتال بروبز دي بتنقسم الى السبعه اللي قدامنا دول. في غيرهم؟ اه في غيرهم، بس تركيزنا الاساسي على السبعه دول واحفظهم بالسيكونس اللي انا هقوله ده عشان يسهل عليكم الدنيا يعني ان شاء الله. طيب اول اتنين، واحد واتنين دول هناخدهم نسميهم عيله السيمتريكال. الراجل ده بيقسمها مسافات متساويه، راجل طيب مباشر بيقسمها مسافات متساويه. فاول واحد عندنا اللي هو اليو ان سي 15 بروب. اليو ان سي 15 بروب ده يو ان سي اختصار يونيفرستي اوف كارولاينا، يونيفرستي اوف نورث كارولاينا اللي هي ولايه في امريكا يعني. فكرته ايه؟ قال لك والله انت هتيجي تبص هتلاقي ان البروب بالشكل ده متوزع من 1 الى 15، من اسمه 15 هتلاقي ان الجريدنجز بتاعته من 1 الى 15 سيمتريكال، المسافه ما بين كل درجه واللي بعدها 1 مللي بالظبط. وهيعمل كلر كودنج سيمتريكال برضو عند 5 و10 و15، كلر كودنج عند 5 و10 و15، الراجل ده سيمتريكال ومباشر. بس ده اليونيفرستي اليو ان سي 15 بروب. طيب تاني واحد اللي هو الماركيز ماركيز او ماركيز كلر كودد بروب. قال لك والله الماركيز ده يا سيدي او ماركيز كلر كودد بروب ده هيبقى سيمتريكال هو كمان، بس بدل ما مسافته 1 مللي زي اليو ان سي هيبقى مسافته كام؟ 3 مللي. الكاليبريشنز بتاعته 3 مللي 6 3 مللي سيكشنز، فهتلاقيه 3 6 9 12 بالشكل ده، 3 او الجريد اهي و6 اهي و9 او 12 اهو، مع كلر كودنج في المسافه من 3 ل 6 ومن 9 ل 12. بس ده فكره الماركيز او الماركس كلر كودد بروب. يبقى دول الاثنين مين؟ دول الاثنين اللي سيمتريكال. لو المسافات 1 مللي بكلر كودنج 5 10 15 يبقى ده يو ان سي 15. لو المسافات 3 6 9 12 وكلر كودنج عند من 3 ل 6 ومن 9 ومن 9 ل 12 يبقى ده مين؟ يبقى ده ماركيز او ماركس كلر كودد. فهمنا كده؟ طيب دول اول اثنين اللي هم مين؟ السيمتري. بعد كده نيجي لرقم ثلاثه اللي هو اليونيفرستي اوف ميتشيجان اوبروب. ايه اليونيفرستي اوف ميتشيجان اوبروب ده؟ قال لك والله ده بروب ليه نوعين، ويز ويليامز ماركينج وزاوت ويليامز ماركينج. مين بقى عمك ويليام ده؟ تعالوا نشوف كده. قال لك والله عمك ويليام ده عمل كاليبريشنز مش سيمتريكال. قال لك الارقام بتاعتي من 1 ل 10 وهشيل 4 و6، فانت هتلاقي ايه؟ الارقام بتاعتك 1 2 3 4 مش موجود، 5 6 مش موجود، 7 8 9 10. طيب هو ليه عمل القصه دي وشال 4 و6؟ قال لك والله انت لما لقيت ان انا لما بشيل 4 و6 بيسهل عليا فكره القياس وبتبقى عيني مستريحه وانا بقيس. بس كده يا عم، ده فكره ايه؟ الويليامز مارك. طيب البروب ده بالشكل ده لو قلت عليه يونيفرستي اوف ميشيغان هو بروب ويز ويليامز ماركينج صح، ولو قلت عليه ويليامز جراديويتد بروب صح، سواء قلت الاسم ده او الاسم ده صح، تمام كده؟ طيب ايه بقى اليونيفرستي اوف ميشيغان اوبروب وزاوت ويليامز ماركينج؟ قال لك والله هو مش هيكون بقى من غير ماركينج خالص، لا الماركينج بتاعته بقى هتكون مختلفه، اللي هو مين؟ هتكون 3 6 8 بس. 3 6 8 بالشكل ده، 3 6 8 يبقى ده اليونيفرستي اوف ميشيغان اوبروب وزاوت ويليامز ماركينج، تمام كده؟ طيب ده رقم 3. لسه برضه مع ويليام، قال لك والله عمك ويليام لو انت خدت نفس الماركينجز بتاعت ويليامز بس عملت تعديل بسيط، اللي هو ايه؟ بدل ما كانت
الانسترومنت بالشكل ده راوند، شكلها دائري كده، خليتها فلات بالشكل ده، الشكل اللي هو قدامنا ده الفلات ده، هسميها جولدمان فوكس بروب. الجولدمان فوكس بروب، يبقى الجولدمان فوكس بروب ما هو الا ويليامز جراديويتد بروب، بس بدل ما كان راوند بقى فلات اند، وده بيقابلكم كتير وانتوا بتشتروا البروبس. فهمنا كده؟ يبقى الجولدمان فوكس ايه؟ فكرته ان هو ويليامز، بس اختلاف ان الشنك بتاع قصدي البليد بتاعته بتكون فلات. يبقى ده كده جولدمان فوكس بروب. طيب رقم خمسه الدبليو اتش او بروب. احنا عمالين نتكلم في جامعات، يونيفرستي اوف ميتشيجان، يونيفرستي اوف نورث كارولينا، الورلد هيلث اورجانيزيشن، منظمه الصحه العالميه قالت طب اشمعنى انا يعني؟ فعملت لها بروب خاص بيها. طيب البروب بتاع الدبليو اتش او ده، طبعا الدبليو اتش او بيكبر دماغها بقى، فقالت لك انا هعمل بقى ايه، الدنيا مختلفه بقى. قال لك والله انا بحب النص قوي، بحب النص قوي ازاي؟ قالت لك والله انا هعمل نص ملي بول، كوره كده صغيره في نهايه البروب على هيئه نص ملي تكون موجوده، وبعد كده همشيها مصاص. الكاليبريشنز بتاعتي او المقياس بتاعتها تكون 3.5 5.5 8.5 11.5 بالشكل ده، 3.5 5.5 8.5 11.5، واعمل كلر كودنج في المسافه من 3.5 ل 5.5. ماشي كده؟ اللي على الشمال ده الكاليبريشن 3.5 5.5 8.5 11.5. طيب اللي الناحيه دي ده ايه ده المسافه، يعني المسافه دي 3 والمسافه دي 3 والمسافه دي 2 والمسافه دي 3.5 والمسافه كلها 5، يعني ما تشغلش بالك من القصص دي يعني. المهم اللي تشغل بالك بيه ان الياسات بتاعته ايه؟ عنده نص ملي بول وكاليبريشن 3.5 5.5 8.5 11.5. طيب مهم جدا تفهم ان دبليو اتش او بروب عامله البروب بتاعها ده مخصوص علشان حاجه بنسميها سكريننج بيربسز. منظمه الصحه العالميه مسؤوله عن استقصاءات عامه على الناس، فلما بيعملوا استقصاء عام فقالوا نعمل بروب خاص بينا يسهل علينا عمليه السكريننج اللي هو استطلاع الصحه بتاعت الناس. عشان كده بيسموه سكريننج بروب. فلو سالت ايه هو السكريننج بروب تبقى انت فاهم ده ايه، الدبليو اتش او بروب اللي هو عنده نص ملي بول، بس كده ده الدبليو اتش او بروب. بعد كده رقم ستة بروب مهم جدا تعرفوه واكيد هتسالوا فيه، اللي هو النيبرز بروب. ايه بقى النيبرز بروب؟ قال لك والله ده بروب بيكون واخد شكل كيرف بالشكل اللي قدامنا ده، ممكن يكون في كاليبريشنز زي اللي ظاهره قدامنا دي، وممكن يكون من غير كاليبريشنز عادي خالص. الأهم حاجة تعرفها الاستخدام. احنا قلنا في أغلب البروبس استخداماتهم اللي احنا قلناها في البداية، لكن في بعض البروبس بيكون لهم استخدامات مميزة زي الـ WHO كان مسؤول عن عملية السكريننج، والنيبرز بروب استخدام المميز دي إن هو بيستخدم في عملية القياس أو probing الـ extent and depth of furcation involvement lesions عشان تقيس بيها الـ furcation involvement. فهمنا كده؟ ده النيبرز بروب. آخر بروب معانا هو البلاستيك بروبس. قال لك والله البلاستيك بروبس دي هي انواع بروبس ملهاش كاليبريشنز معينه، بس هي الفكره في الكونسبت بتاعها انك بتستخدم بلاستيك انسترومنتس بدل الميتال بروب مع الدنتال امبلانتس. طب ليه مع الدنتال امبلانتس؟ عشان انا بخاف ان انا اعمل سكارنج او بيرمننت دامج للدنتال امبلانتس. بس ده كده خلصنا انواع البروبس الاثنين السيمتريكال اليو ان سي 15 مسافات واحد، والماركيس او ماركس المسافات ثلاثه. بعد كده University of Michigan Obrob with Williams Markings مفيش 4 و6 وزاوت بيكون 3 6 8، واللي شبه الويليامز بس بيكون فلات اللي هو الجولدمان فوكس، والنيبرز بروب والدبليو اتش بروب. الدبليو اتش بروب الاثنين المميزين يعني استخداماتهم مميزه، الدبليو اتش بروب نص ملي بول للسكريننج، والنيبرز بروب كيرفد للفوركيشن انفولفمنت ليشنز، والبلاستيك بروبس ديت مع الامبلانتس. فهمنا كده؟ كده احنا خلصنا الدياجنوستيك كيت، طولنا قوي في الدياجنوستيك انسترومنتس بس عشان ايه، نتمنى نكون لمناها كلها. طيب ننتقل بقى للانسترومنتس بتاعه البريو بقى، اللي هم الانسترومنتس استخدمها في فيز 1 والانسترومنتس استخدمها في فيز 2. الانسترومنتس استخدمها في فيز 1 او اللي هي النون سيرجيكال انسترومنتس، قال لك والله انت حضرتك هتعمل سكيلينج ورود بلينينج. قال لك والله الحاجات دي لا هتتعمل بهاند انسترومنت، ادوات تستخدمها بايدك، لا ادوات، لا اما هيكون بي فايبريتنج انسترومنتس. الفايبريتنج انسترومنتس دول اللي هم السونيك والالترا سونيك والاختلافات في الريفوليوشنز بير مينيت او السايكلز بير سكندز اقصد، ففكك من القصه بتاعت الفايبريتنج دول خليهم على جنب، خلينا نركز مع الهاند انسترومنتس دلوقتي. قال لك والله الهاند انسترومنتس دول فئتين كبار اللي هم مين؟ السكيلرز والكيوريتس بالنوعين بتوع اليونيفرسال والانجليزي. تعالوا ناخد كل واحد كده بالتفصيل في السريع. طيب خلينا نبدا بالسكيلرز. قال لك ايه هم انواع السكيلرز؟ السكيلر ليه اربع انواع، تشيزل وفايل وهو وسيكل سكيل.
هم دول الاربع انواع بتوع الاسكيل، التشيزل والفايل والهو والسيكل. اول ثلاثه دول كانوا بيستخدموا زمان، ما عادوش بيستخدموا دلوقتي. اللي عاد بيستخدم دلوقتي واللي انتوا استخدمتوه في السكاشن اللي هو السيكل سكيلر، وهو اهم واحد فيهم. طيب خلينا نبدا بالتشيزل والفايل والهو. كل واحد مطلوب بقى في كل واحد من دول تعرف شكله والديزاين بتاعه، لو في حاجه مميزه في الديزاين او الشكل بتاعه. رقم اتنين استخداماته، ورقم ثلاثة نوع الموشن اللي انت بتستخدمها فيه، يعني لما بتيجي تمسك الانسترومنت هتحركها ازاي في ايدك. تمام كده. طيب تعالوا نبدا برقم واحد اللي هو التشيزل. قال لك والله التشيزل سكيلر شكله عامل، اول حاجه الديزاين او شكله عامل ازاي. قال لك والله شكله شكل الازميل، بيكون بالشكل ده. الحته دي ممكن تكون رفيعه ممكن تكون شغنه، بس في الاغلب بتكون رفيعه بتاعه البليد. طيب بتستخدمه في انهي نوع موشن؟ قال لك والله هم اساسا ايه انواع الموشنز. انواع الموشن ثلاثه، لابوش يعني هتسحبه هتدفعه للامام، او بول هتسحبه ناحيتك، او بوش ان بول تفضل رايح جاي بيه. تمام كده. قال لك التشيزل ده زيه زي الازميل، بيستخدم ايه في بوش موشن، بتدفعه للامام. ماشي كده. طيب موست كوم اللي بيستخدم في ايه؟ موست كوم اللي بيستخدم ان انا بعمل بي ريموفال للكالكولس على البروكسيمال سيرفيس بتاع الانتيريور تيس. يبقى موست كوم اللي بعمل بي ريموفال للكالكولس اللي موجود فين؟ على البروكسيمال سيرفيس اوف انتيريور تيس. ده مين؟ ده التشيزل سكيل. مهم كده. يبقى احنا ظبطنا الثلاث حاجات بتوعهم، شكله شبه الازميل، استخدم في بوش موشن، واستخدمه على ان انا اشيل كالكولس البروكسيمال سيرفيس بتاعت الانتيريور تيس، موست كوم للور انتيريور. تمام كده. ده التشيزل. طيب رقم اثنين الفايل. الفايل بالنسبه للديزاين بتاعه قال لك والله هو شبه البون فايل اللي كنا بنستخدمه في الجراحه، وفي شكل السريشنز المميزه دي. طيب يا سيدي نوع الموشن بتاعته ايه؟ قال لك والله في منه ممكن تستخدمه في بول موفمنت ناحيتك بس، او تستخدمه في بوش اند بول تفضل رايح جاي. طب هستخدمه في ايه؟ قال لك والله ليه استخدامين اساسيين. ان انت لو عندك لارج اماونت اوف كالكولس ممكن تعمل لها كراشنج، تخش تطحنها كده، وبتشيل بيه برضه الاوفر هانجنج ريستوريشن. تمام كده. ده بالنسبه لمين؟ للفايل سكيلر. طيب رقم ثلاثه الهو سكيلر. والهو ده مميز وفي سؤال شائع جدا بيتسال فيه. طيب نفس القصه، تعالى بقى نطبق الثلاث حاجات اللي احنا بنقول عليهم. رقم واحد بالنسبه للديزاين او شكله، قال لك والله لو جيت تبص على الشكل بتاعه هتلاقي في حاجه مميزه قوي. شايفين الشنك؟ الحته دي المسافه من هنا كده لحد هنا دي كلها الشنك. تمام كده. والحته الاخيره دي الصغيره دي اللي هي هنا دي في الصوره الثانيه دي، دي اسمها البليد. فقال لك والله ان البليد اللي هي الحته دي عامله 99 ديجري 99 درجه بيندنج، عامله زاويه ما بينها وما بين التيرمينال شنك او جزء الشنك بزاويه 99 درجه. تمام كده. ده الشكل المميز بتاعه في الديزاين. طيب نوع الموشن اللي بتستخدم فيها الهو سكيلر ايه؟ بستخدمه في بول الموشن، يعني بستخدمه ناحيتك بس. طيب استخداماته ايه؟ لما يكون عندك ليدج موست كومنلي كده، لما يكون عندك ليدج او هيفي رينج اوف كالكولس، ده بالنسبه لمين؟ للاستخدام بتاعه. طيب اخر حاجه خالص بقى، واللي هي الحاجه المميزه بتاعه اللي احنا زودناها هنا، او اللي هي زايده على كل الحاجات اللي احنا قلناها اللي ورا بالثلاث حاجات، يعني اللي هو ان السكيلر ده بيعمل حاجه اسمها تو كونتاكت بوينتس ويز ذا توس. تعالوا نبص على الصوره الثالثه اللي في النص دي، هتلاقي ان الهو سكيلر لامس السنه في مكانين. الجزء اللي تحت ده البليد، البليد لامس السنه هنا في نقطه اهي، في نفس الوقت الشنك بتاعته لامسه السنه في نقطه ثانيه. فده التو بوينتس اوف كونتاكت. فانت لو اتسالت اعمل لي التو بوينتس اوف كونتاكت بتاعت الهو سكيلر هتعملها ازاي، هتكون بالشكل ده، الشكل اللي قدامنا في الصوره الثالثه دي، ان هي هتكون لامسه السنه في جزئين، جزء البليد لامس تحت وجزء الشنك لامس فوق. ماشي كده. ده بالنسبه للهو سكيلر. يبقى خدنا الثلاثه الاساسيين اهم، الوحيد اللي كان بيستخدم في بوش اللي هو الاولاني للتشيزن، اللي بيستخدم في بول او بوش ان بول اللي هو الفايل، والهو بيستخدم في بول وعنده تو بوينتس اوف كونتاكتس واستخداماتهم قلناها. طيب خش بقى على الوحش، واهم واحد فيهم هو السيكل سكيلر. طيب السيكل سكيلر استخداماته بص، او السيكل سكيلر هنقول فيه الاربع حاجات دول كده بالترتيب، وهناخدهم بمقارنه مع الكيوريت على طول لما نتنقل للكيوريت عشان نقارن الاربعه دول مع بعض. طيب اول حاجه السيكل سكيلر بشيل بيه سوبرا جينجيفال كالكولاس اونلي اونلي، ما بستخدمش السيكل سكيلر سب جينجيفال خالص، بشيل بيه سوبرا جينجيفال كالكولاس بس. طب ليه يا دكتور انا ما بستخدمش السوبرا، ما بنزلش بالسكيلر تحت الجينجيفال؟ قال لك والله لان السكيلر ده بتاعك بيكون عنده ثلاث مشاكل رئيسيه. رقم واحد انه بيكون تو كاتنج ايدجز. تعالوا نبص على الصوره دي، هتلاقي ان الانسترومنت ادي الشنك، وصلنا لحد البليد، بصوا كده على البليد
البليد دي ليها جزء فوق باصص لفوق، ده بنسميه الفيس، وجزء باصص لتحت ده بنسميه الباك، مع التب نهاية التقائهم مع بعض دي التب، والناحيتين دول بنسميهم التو ايدجز اوف ذا بليد، تو ايدجز اوف ذا بليد. ففي السكيلر الناحيتين بيكونوا كاتنج، الناحيتين بيقطعوا، تو ايدجز بتوع السكيلر بيكونوا كاتنج ايدجز، الاثنين بيقطعوا. ده اول حاجه، ده رقم واحد. رقم اتنين، البليد كمان بتكون لارج، بتكون حجمها اكبر مقارنه بالكيوريت. ورقم ثلاثة، لما تيجي تبص على التب بتاعته هتلاقيها بوينتد. فتجمع الثلاث حاجات دول مع بعض، لو انت نزلت بالسكيلر ده سب جنجفال وجيت تعمل سكيلنج هتعمل لاسريشن في الجنجفا، هتقطع في الجنجفا بتاعت العيان، وطبعا ده غلط. فبالتالي انا ما بستخدمش السيكل سكيلر سب جنجفال عشان القصص دي، تمام كده؟ طيب رقم ثلاثة، ان الكروس سيكشن بتاع السيكل سكيلر بيكون تراينجولر. لو جيت انا ابص على الصوره دي هتلاقي ان لو انت خدت قطاع عرض كده في الحته دي هتلاقي ان السيكل سكيلر ايه؟ تراينجولر كروس سيكشن. اخر حاجه خالص، بيقول لك ان البليد بتاعته اللي هي الحته الاخيره دي بيكون في منها تو ديزاينز، لا اما هتكون ستريت بليد اللي هي زي الصوره اللي هي اي دي، لا اما هتكون كيرفد بليد اللي هي بي دي. المهم تفهم ان الاي دي بنسميها جاكويت اند، جاكويت سكيلر او جاكويت اند اوف سيكل سكيلر، عشان لو اتسالت في اسمها بس تبقى انت عارف اسمها، تمام كده. وغالبا في انسترومنتس انتوا كنتوا بتشتروها بيكون فيها الناحيتين، هي الانسترومنت بتكون دبل اند، ناحيه بتكون واخده شكل الكيرف ده اللي هو الناحيه السيكل اللي شبه الاكسبلورر، وواحده بتكون قدر الامكان ايه ستريت اللي هي بنسميها جاكويت اند، تمام كده. ده السيكل سكيلر، ماشي. طيب خش بقى على الكيوريت على طول علشان تقارن بيه، تقارنه مع السيكل سكيلر. توقعا كده لما نروح للكيوريت هم اختلافين، ده بيستخدم سوبرا جنجيفال يبقى الكيوريت ماله؟ هيكون سب جنجيفال. رقم اثنين، ده سيب حته التوكاتنج ايدجز دي على جنب، ده كان بوينتد تيب اللي هناك هيكون راوند تيب او بلانت اند تيب. رقم ثلاثه، ده تراينجولار كروس سيكشن اللي هناك هيكون سيمي سيركولار كروس سيكشن او شبه السبون، سبون شيبد سيركولار. وفي منه نوعين، جريزي و اليونيفرسال كيوريت. تعالى نقارن هما الثاني، ان الكيوريتس جنرال كاركترستكس كده بستخدمه في السام جنجيفال سكيلينج والروت بلينينج. رقم اثنين بيكون راوند تيب، رقم ثلاثه سيمي سيركل كروس سكشن، ورقم اربعه ان في منه نوعين يونيفرسال وجريزي. انا كده قارنت مين؟ قارنت الكيوريت بالسيكل سكيل، تمام؟ عشان بس ما تتلخبطوش. هنخش بقى دلوقتي في مقارنه اليونيفرسال اليونيفرسال كيوريت مع الجريزي كيوريت، اليونيفرسال كيوريت مع الجريزي كيوريت. فتعالى نخش بقى على اليونيفرسال والجريزي. ايه بقى اليونيفرسال وايه الجريزي كيوريت؟ قال لك والله اليونيفرسال ده من اسمه دولي او عالمي، بيستخدم في كل الاسنان، يعني هستخدمه انتيريور وبوستيريور عادي خالص، بيستخدم في اول ارياس اند سيرفيسز. الجريزي كيوريت بيسموه اريا سبيسيفيك كيوريت، بيستخدم في اماكن محدده، اماكن معينه، لدرجات او قياسات معينه من 1 و2 لحد 17 و18، وكل رقم ليه استخدامات سواء كان انتيريور او بريمولر او بوستيريور، وهنقولهم دلوقتي، تمام. يبقى ده اول اختلاف، ده اول اريا، ده اريا سبيسيفيك. رقم اثنين، لو جيت تبص على اليونيفرسال كيوريت اللي هو في الصوره دي وده الجريزي كيوريت في الصوره اليمين دي، مقارنه بين الاثنين في شويه اختلافات. طبعا انت لو جيت تطبق الكلام اللي احنا قلناه في الاول انك هتلاقي ان الايه التب بتاعته في النهايه كده راوند اهي، وفي نفس الوقت ايه سيمي سيركولار كروس سكشن، احنا قلنا هم متفقين في القصص دي وان هم الاثنين بيستخدموا سب جنجيفال سكيلنج مع روت بين. طيب الاختلافات اللي بينهم ايه؟ قلنا حته الاريا سبيسيفيك والاول سيرفيس دي. طيب في حاجتين بقى كمان مهم تعرفهم، هتلاقي ان اليونيفرسال كيوريت الناحيتين بتوعه تو كاتنج ايدجز، بينما الجريزي كيوريت بيكون في ناحيه واحده بس كاتنج ايدج والناحيه الثانيه نون كاتنج، يعني زي الصوره اللي هنا كده موضح الناحيه دي اللي بتكون كيرفد، وهنقول دلوقتي ان فكره الكيرف ده بتكون كاتنج والناحيه الثانيه نون كاتنج، تمام. طيب يبقى اليونيفرسال تو كاتنج ايدجز، الجريزي 1 كاتنج ايدج. طيب ايه الاختلافات الثانيه اللي موجوده؟ قال لك والله لو جيت تبص على اليونيفرسال كيوريت هتلاقي ان دي البليد اهي، البليد كانت نازله 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 بامتداد الشنك، قصدي دي الشنك نازله، الشنك كانت نازله 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 نازله، مره واحده عملت كيرف فين؟ كيرف ابورد، كيرف لفوق، يعني عشان اللي هو الثانيه بتاعت الانسترومنت، فقال لك الكيرف ده في 1 بلين ابورد، تمام كده؟ كيرف ان 1 بلين ابورد. طيب بص على الجريزي كيوريت الناحيه الثانيه كده هتلاقي ان الكيرف بتاعه كان نازل نازل نازل، عمل الكيرف الابورد بتاعه عادي جدا، لكنه زود معاه كيرف تاني تو وان سايد، بقى مايل ناحيه سايد، غالبا بيكون مايل ناحيه الوركنج سايد يعني، فده كده ايه كيرف ان تو بلينز، فده كده الفرق الثالث ما بينهم،
ان اليونيفرسال كريت عامل كيرف ان 1 بلين اللي هو بيكون ابورد، بينما الجريز كريت عامل كيرف ان 2 بلينز ابورد و تو 1 سايد. تمام. الفرق الرابع حاجه بنسميها اوف سيت ديزاين. في اليونيفرسال كريت مفيش اوف سيت ديزاين. هو يعني كلمه اوف سيت؟ كلمه اوف سيت يعني اوف سيتنجز، خارج عن السيتنجز المعتاده. هي سيتنجز المعتاده ايه؟ ان يكون البليد عامله 90 درجه مع الشنك زي السيكل سكيلر وزي اليونيفرسال. اليونيفرسال ما فيهوش اوف سيت، ادي الشنك كانت نازله خالص وعامله 90 درجه مع البليد، بينما هنا كده نتيجه ان هو عمل كيرف تو وان سايد خلى الزاويه اللي ما بين الشنك وما بين البليد بدل ما كانت 90 درجه بقت 70 درجه او من 60 ل 70 درجه. فدي ايه؟ الاوف سيت ديزاين بتاع الجريزي كيوريت. يبقى اجمالا كده عشان تلخص الدنيا وما تتلخبطش، الفروقات العامه بين السيكل سكيلر وما بين الكيوريتس احفظها الاول، وبعد كده تعالى لليونيفرسال والجريزي. اليونيفرسال على كل الاسنان، الجريزي على حسب بيكون ايه سبيسيفيك وهنقوله من دلوقتي. الكيوريت بيكون اليونيفرسال تو كاتنج ايدجز، ده وان كاتنج ايدج، ده في تو كيرفت في تو بلينز. اليونيفرسال بيكون كيرفت في وان بلين ومفيش اوفست، ده الجريزي بيكون كيرفت في تو بلينز وفي اوفست ديزاين. وفهمنا يعني ايه اوفست ديزاين. تمام كده؟ ده كده بالنسبه لليونيفرسال والجريزي كيوريتس. ايه كمان؟ في ممكن حد مثلا فيكم يسال سؤال، تقول لي يا دكتور هو ازاي اليونيفرسال كيوريت تو كاتنج ايدجز وهستخدمه سب جنجر؟ حضرتك لسه قايل لنا ان السيكل سكيلر كان من الحاجات اللي بتمنعنا ننزل بيه سب جنجر، لانه فكره ان هو تو كاتنج ايدجز، لكن انت ما خدتش بالك ان احنا قلنا في ثلاث فروقات اللي هم الفرقين التانيين بقى مش موجودين هنا، ان هو بيكون راوندد والبليد بتاعته اصغر في الحجم شويه مقارنه بالسيكل سكيلر. تمام كده؟ يعني فكره صغر حجم البليد وفكره ان التب بتاعته بتكون راوندد مش بوينتد بتخلينا ننزل بيه سب جنجر. تمام؟ فهمنا كده؟ ده بالنسبه للمقارنه بين اليونيفرسال والجريز. تعالوا بقى ناخد ايه؟ القياسات بتاعت الجريزي كيوريتس او الاريا سبيسيفيك كيوريتس. قال لك والله هم مرقمين من 1 و2 لحد 17 و18. الصوره الاولانيه دي من 1 و2 لحد 13 و14، والثانيه هي من 1 و2 لحد 17 و18. قال لك والله بص الاول احفظ الارقام واماكن استخدامها وبعد كده هنفهم الفروقات منها في الشكل. قال لك 1 و2 و3 و4 دول للانتيريور، 5 و6 من اول 5 و6 لا 1 و2 و3 و4 دول للانتيريور، 5 و6 دول للانتيريور والبريمولرز، 7 من اول 7 وانت طالع ده كله بوستيريور، 7 و8 و9 و10 دول بيستخدموا على الفيشيال واللينجوال بتوع البوستيريور، 11 و12 ميزيال و13 و14 ديستال للبوستيريور بقى. ممكن تحفظهم 7 و8 فيشيال، 9 و10 لينجوال، 11 و12 ميزيال، 13 و14 ديستال، ده كله في البوستيريور. تمام كده؟ طيب نفس القصه عملناها في اللور. طب ايه فكره 15 و16 و17 و18؟ قال لك والله 15 و16 و17 و18 دول موديفيكيشنز من الاثنين اللي قبلهم، ف15 و16 ده موديفيكيشن ل11 و12، و17 و18 موديفيكيشن ل13 و14. ايه هي بقى الموديفيكيشن اللي اتعملت؟ هنفهم دلوقتي، بس تعالى نفهم الاول هو ايه الاختلافات ما بين الانسترومنتس دي اصلا. انت لو جيت تبص هتلاقي ان الشنك بتاع الانسترومنت تقريبا هي نفس الطول، بس الاختلافات في ايه؟ في الكيرف بتاعها. الشنك نفس الطول تقريبا، واللي هي المسافه من هنا لحد البليد غالبا كلهم نفس الايه؟ نفس طول الشنك، والبليد نفس الحجم بنفس السكنس بتاعها. الاختلافات في ايه بقى يا ريس؟ الاختلافات في الكيرف بتاع الشنك. كل ما الكيرف بتاع الشنك يبقى قريب من الستريت تعرف انها بتستخدم انتيريورلي، كل ما الكيرف بتاعها يزيد تعرف انها ايه؟ رحلت بوستيريورلي علشان الاكسسبيلتي. تمام كده؟ فطبق كده 1 و2 و3 و4، كل شويه الكيرف عمال يزيد، زاد في 5 و6، زاد في 7 و8، زاد في 9 و10. جه بقى على 11 و12 و13 و14، ايه اللي حصل في الكيرف؟ الكيرف بتاعها قل شويه، لكن بقى في ايه؟ بقى في تعديل شويه، تعديل ان هو ايه؟ ان الكيرف بتاعه بدل ما هو كان زايد بس بقى في تعديل ان هو واخد كيرف في اتجاه تاني خفيف كده علشان يديك اكسسبيلتي وانت داخل للميزيان وداخل للديستال. قال لك والله طيب ان احنا لما جينا نستخدم 12 و12 و13 و14 بالكونسبت ده كانت الاكسسبيلتي برضه ليميتد شويه بسبب ان احنا قللنا الكيرف. طب خلاص يا عم هنعمل لهم موديفيكيشن، فراح جاي على 11 و12 وزود الكيرف بتاع الشنك وسماه 15 و16، وجاي على 13 و14 وزود الكيرف بتاع الشنك وسماه 17 و18. فهمت كده؟ بس ده كده الايه؟ توزيعه الاريا سبيسيفيك او الانجليزي كوريتس باسم كل واحد و ورقم قصدي واماكن استخدامه وازاي تفرق بينهم في الشكل. تمام؟ طيب
خلصنا يا سيدي من الجريزي او من الكيورتات، قال لك لا والله لسه برضه هنرخم عليك كمان، معلش هي اخر سلايد جايه ونكون خلصنا كده القصه بتاعت الكيورتس اللي هي ايه؟ السلايد بنسميها modifications of the standard جريزي، معلش ركز في الحته دي، هي بسيطه وسهله هتخلص بسرعه. الجريزي كيوريت قال لك والله الصوره احنا عندنا ثلاثه جنب بعضها، ده الستاندرد جريزي كيوريت وده اثنين ده وثلاثة دول موديفيكيشن. قال لك والله في حاجة بنسميها افتر فايف وفي حاجة بنسميها ميني فايف. خلينا ناخد الافتر فايف كوريت. قال لك والله انت هتيجي على الشنك بتاعت الجريزي كوريت وتطولها شوية، هتطول التيرمينال شنك بتاعته. بص الشنك بتبدأ من هنا لحد قبل البليد، بتنقسم لجزئين، الجزء الاولاني ده والجزء الثاني ده، الجزء الثاني ده بنسميه تيرمينال شنك. فقال لك والله هو هنا التيرمينال شنك كان بدأ من هنا، هو راح جاي مزودها 3 مللي، فبقت التيرمينال شانك واخده اللينس ده، بقى طولها اطول شويه، اطول بكام؟ اطول ب 3 مللي. طب ليه هو عامل القصه دي؟ قال لك والله عشان لما يكون عندك ديب بوكيت 5 مللي او اكتر تقدر تنزل بالكيوريتي ده لتحت شويه، تمام كده؟ قال لك ده الموديفيكيشن الوحيد اللي موجود في الاتر 5. قال لك لا كمان بيكون البليد بتاعته ارفع مش اقصر، خلي بالك البليد هنا نفس طول دي، نفس طول لكن هي ايه؟ ارفع شويه، هي طبعا مش باين هنا انها ارفع بس هي بتكون ارفع شويه. تمام، بس هو الفرق الرئيسي في الافتر 5 ان هو الشنك بتاعته اطول 3 مللي، عشان كده بيسموه اكستندد شنك، يبقى الافتر 5 بيسموه اكستندد شنك كوريت. تمام، طب ايه بقى الميني 5؟ قال لك والله الميني 5 ده هو شبه الافتر 5، يعني فيه 3 مللي زياده في التيرمينال شنك، بس جينا على التيرمينال بليد او جينا قصدي على البليد وخليناها اقصر بنص المسافه، يعني البليد هنا مثلا لو هي 2 مللي خلينا ديت 1 مللي، يبقى ايه؟ هاف اللينس بتاع الافتر 5 او الستاندرد جريزي كوريت. فهمنا كده؟ يبقى عشان بس ما تتلخبطش، ايه هو الافتر 5 كوريت؟ لو اتسالت ايه هو الافتر 5 كوريت وايه هو الميني 5 كوريت، هتقول يا دكتور الافتر 5 كوريت ده موديفيكيشن من الجريزي كوريت ان الشنك بتاعته بتكون اطول، التيرمينال شنك جزء التيرمينال شنك يكون اطول 3 مللي عشان لما يكون عندي ديب بوكت 5 مللي او اكتر اقدر ادخل بيه، وفي نفس الوقت البليد بتاعته بتكون ارفع شويه. طيب ايه هو الميني 5؟ قال لك هتقول له يا دكتور الميني 5 هو الافتر 5، بس الفكره ان الشنك ان البليد بتاعته بقت هاف اللينس بتاع الافتر 5 او بتاع الستاندرد كريزي كده. تمام كده، ده الافتر 5 والميني 5. حتى الان الحمد لله احنا كده خلصنا الفيز 1 انسترومنتس، خدنا فيهم مين؟ السكيلرز والكيوريتس اللي هم المانوال انسترومنتس، شرحنا الاربع انواع بتوع السكيلر، التشيزل والهو والفايل والسيكل سكيلر، وبعد كده شرحنا الكيوريتس الجريزي واليونيفرسال والموديفيكيشنز بتاعت الجريزي اللي هم الافتر 5 والميني 5. تمام، تمام. قبل ما نخش على فيس 2 ثيرابي انسترومنتس، في حاجه اسمها بنسميها في السريع كده، هي سلايد واحده بس، بنسميها بيريو درايفرز. البيريو درايفرز ده او الشوارتز بيريو درايفر ده فكرته ايه؟ دي بتكون انسترومنت هايلي ماجنتايزد، بتكون فيها مغناطيس كده، بحيث ان انت لو مثلا وانت بتستخدم ميتال انسترومنتس حصل فيها بقى جزء منها اتكسر وبقى موجود في البريدونتال بوكيت، فانت عايز تسحبه، فبتخش بالانسترومنت الهايلي ماجنتايزد ده وتسحب الحاجه الميتال اللي موجوده. بس ده كده فكره البيريو درايف، البيريو درايفرز او الشوارتز بيريو درايفر. ماشي كده، بس ده كده القصه بتاعت السلايد دي، بس عشان تبقى انت ايه عدت عليك، بحيث لو ايه ده مش شائع، بس عشان لو اتسالت في اسمها يعني تبقى انت فاهم هو ده ايه وبيستخدم في ايه. تمام كده، طيب كل المتبقي ان شاء الله حاجات خفيفه اللي هو فيس 2، لان انا مش هشرحها كلها، مش هشرح كل الانسترومنت يعني، فايه هنجزهم في السريع كده باذن الله. فيس 2 اللي هو السيرجيكال انسترومنت، هي الادوات اللي انت هتستخدمها في السيرجري، بس بيريو سيرجري. هي ايه اصلا انواع البيريو سيرجريز؟ انواع البيريو سيرجريز كتيره، من الجنجيفوبلاستي والجنجيفيكتومي لانواع الفلابات كلها والجرافتات والقصه، ايا كان البيريو سيرجري اللي هتعمله يعني. طيب ايا كان البيريو سيرجري اللي هتعمله، هي في ستاندرد نسترو بنستخدمها في كل انواع السيرجري في الدنتال فيلد او في الدنتال سيرجري عموما، اللي هما من بدايه من الانسيجن لحد السوتشن، الانسيجن للريفليكشن للريتراكشن للبون ريموفال للبون تريمنج للاريجيشن للريموفال لليجن لو عندك ليجن واريجيشن ومعرفش القصه دي كلها، وفي الاخر بتعمل السوتشن بتاع كل خطوه من الخطوات دي ليها ادوات، فانا مش هشرح الادوات دي في الفيديو ده. التركيز هنا هيكون على ثلاث ادوات رئيسيه او ثلاثه انسترومنتس رئيسيين هم اللي مهمين جدا في عمليه البيريو سيرجري، اللي هم مين؟ اللي هم حاجه اسمها بوكيت ماركر، حاجه اسمها كيركلاند نايف، وحاجه اسمها اوربان نايف. تاني بوكيت ماركر
اسمه سهل. التاني ايه؟ كيركلاند، اسمها مكتوبه الكيركلاند نايف. ورقم ثلاثه هي الاوربان نايف. قال لك والله الكيركلاند نايف والاوربان نايف دول هم بنسميهم بريدون سوري دول بنسميهم بريدونتال نايفز او جينجيفيكتومي نايف. بنسميهم ايه؟ بريدونتال نايفز او جينجيفيكتومي نايفز. من اسمهم كده، هي الادوات اللي انا هستخدمها وانا بعمل جينجيفيكتومي. المطلوب منك تعرف ايه في الثلاث ادوات دول، تعرف نفس القصه برضه، تعرف شكلهم، تعرف استخداماتهم تستخدم ايه بالتحديد. رقم ثلاثه تعرف بيستخدموا ازاي. يعني ايه كلمه بيستخدموا ازاي؟ يعني مثلا الدكتور قال لك امسك لي الانسترومنتس دي وريني هتستخدمها ازاي على في بق العيان، ويكون في كاست موجود ومفروض انك تطبق على الكاست. هتعمل القصه دي ازاي؟ هوريك ان شاء الله هتعملها ازاي. تمام، تعال ناخد واحد واحد. اول حاجه البوكت ماركر. ايه فكره البوكت ماركر ده؟ قال لك والله البوكت ماركر ده لما يكون انت عندك بوكت ومقرر انك عايز تعمل انسيجن وعايز تشيل سواء في الجنجيفيكتومي، فانت عايز ايه؟ ما بتخشش تعمل الجنجيفيكتومي هبهزرد كده عشوائيا، لازم تحدد انت هتمشي ازاي. فبتخش بالبوكت ماركر ده وتعمل ماركينجز علشان تعلم انت هتمشي بالنايفز ازاي. بتعلم ثلاث نقط، ميزيال وميدل وديستال، على اللينجوال سيرفيس وعلى الفيشيال سيرفيس. تمام كده. طيب بتعملها ازاي القصه دي؟ شكل البوكت ماركر بيكون كده، هو شكل التويزر، هو شبه التويزر بس الزائد عنده ايه؟ ان في حته بروز زايد اهو في النهايه كده، ده اللي بيعمل الثقب في الجنجفا. ازاي؟ في الصوره هنا واضحه اهي، ادي الصوره الهيستوباثولوجي وادي الصوره الكلينيكال. الصوره الهيستوباثولوجي هنا ايه اللي حصل؟ هو دخل الفلات اند اهي جوه البوكت لحد ما وصلت للديبس اوف ذا سالكس، ريحت خالص اهي في الديبس اوف ذا سالكس. وانس ان وصل للديبس اوف ذا سالكس هو كده وصل عندها، بيروح جاي ضاغط بالاكسترنال اند اللي بره، الحته اللي بره دي اللي فيها البروز، ويروح جاي عامل ايه؟ بليدنج بوينت او سبوت بوينت، بيروح جاي خارج منها بليدنج. دي بتحدد الاريا اللي هو المفروض هيقطع عندها او بيقطع لها ايبيك، بيقطع تحتها يعني بيقطع ايبيكاليا. بس ايه ده فكره استخدام البوكت ماركر هنا اهي في الصوره الهيستولوجي، وادي الصوره الكلينيكال بيعمل ثلاث نقاط ميدل وميزيال وديستال. وبتخش بعد كده بالكيركلاند نايف علشان تقطع. هتقطع ازاي بقى بالكيركلاند نايف؟ او هي الكيركلاند نايف دي، الكيركلاند نايف نفس القصه برضه، احنا مطلوب مننا نعرف ثلاث حاجات اساسيه عشان لو اتسالت في الامتحان. ايه هي شكلها؟ الدكتور لو اداها لك في ايدك مثلا انت هتعرفها ازاي؟ بيكون شكلها كيدني شيب او سبون شيب، شكل او كيدني شيب، هي كيدني شيب شبه الكيدني كده بالشكل ده، بحيث لو مسكتها تعرفها على طول، هي شكلها مميز. طيب هتستخدم في ايه الانسترومنت الكيركلاند نايف دي؟ بستخدمها مينلي في عمليه الجنجيفكتومي. طيب الجنجيفكتومي يعني انك هتشيل جزء من الجنجفا. طيب مينلي هي بتستخدم في انك تعمل بيها انسيجن على الفيشيال وعلى اللينجوال سيرفيس بتاع السنان، على الفيشيال واللينجوال. ليه مهم تعرف فيشال ولينجول؟ لما نروح للاوربان نايف دلوقتي هتعرف انها بتستخدم انتردينتالي. يبقى لو اتسالت في الامتحان ايه الانسترومنت دي هتقول عليها كيركلاند نايف، عرفتها ازاي بالكيدني شيب بتاعها. طب بستخدمها في ايه؟ هتقول ان انا بستخدمها في عمليه الجنجيفيكتومي، ان انا بعمل بيها انسيجن على الفيشال واللينجول. طيب لو انت اتسالت الدكتور بيقول لك وريني هتستخدمها ازاي، وان شاء الله في لينك فيديو دلوقتي هيكون موجود في الباور، تفتحوه ان شاء الله وايه تتفرجوا عليه، هتلاقي استخدام الكيركلاند نايف عشان لو ايه سالت تعرف تعملها على الكاست ازاي. طيب اخر انسترومنت معانا اللي هي الاوربان نايف. الاوربان نايف بتكون شكلها ايه؟ شكل الرمح كده، سبير شيبد نايف زي بنفس بالشكل اللي قدامنا في الصوره دي، او الصوره دي بيكون فيها سلايد كيرف كده. نفس القصه برضه، استخدامها ايه؟ مستخدم في الجنجيفكتومي بس مش على الفيشال واللينجوال، هي بتستخدم في الانتردنتال سيرفيسز. وانت لما تشوف الفيديو هتلاقي ان هو بدا بالبوكت ماركر وعلم الثلاث نقط، بعد كده جاب الكيركلاند نايف وراح جاي قاصص الفيشيالي، وبعد كده جاب بعد ما بيخلص خالص بيشيل فيشيالي ثلاث نقط، بيروح جاي جايب الاوربان نايف ويخش يعمل ايه؟ فريينج للتيشوز كده انتردنتالي، اي كاتش موجود يشيله، وبيروح جاي كده على طول شايل التيشو بتاعه. ده كده استخدام الاوربان نايف. يبقى دول الثلاثه انسترومنتس اللي بيستخدموا في البريدونتال سيرجري مهمين، اللي هم البوكت ماركر، كيركلاند نايف، اوربان نايف. عرفنا الديزاين بتاع كل واحده، استخدام كل واحده، وازاي تستخدمها على الكاست، هتعرفها من خلال اللينكين دول. اللينك الفيديو الاولاني ده فيديو كلينيكال، هتاخد اللينك كوبي او تضغط عليه وتاخده كوبي، هيظهر لك فيديو كلينيكال تتفرج عليه. والفيديو الثاني ده ايه؟ واحد بيشرح على كاست كده، مهم جدا تتفرج عليهم علشان تفهم، بس لان السؤال ده شائع، الدكتور يسالك يقول لك وريني هتستخدمهم ازاي على الكاست، ما تبقى ممكن تبقى فاهم او حافظ وبتقول وخلاص، فهيستخدمهم على الكاست وكده كده بيبقى في كاست موجود عشان بس تشوف ايه هتستخدمه ازاي. لما تشوف الفيديو هتلاقي ايه هي سهله يعني ما
الطريقة بتاعتها بسيطة. بس كده كده خلصنا الحمد لله ال instruments بتاعتنا، شرحنا ال diagnostic instruments، شرحنا ال phase 1 instruments، شرحنا phase 2 instruments. بالنسبة بقى لباقي ال instruments بتاعت السيرجري اللي احنا ما شرحناهاش، هي يعني هي سهلة، انا هحط لكم ان شاء الله لينك باور زيادة في تحت الفيديو، بحيث ان ايه لو انت حبيت مثلا ترجعهم مثلا او تفتكر الحاجات بتاعت الجراحة، هي نفس الادوات اللي اتسألتوا فيها في الجراحة السنة اللي فاتت، يعني لو حبيت تتذكرها تبقى تبص عليها بس، وهي مش كتيرة يعني بسيطة ان شاء الله. ربنا يعينكم ان شاء الله ويتعدى الامور على خير باذن الله. لو حد عنده اي سؤال ولا حاجة يبقى يبعت لي او يكتب بس على الفيديو، وان شاء الله ايه هجاوب عليه. ولو عايزين فيديو لحاجة معينة برضو اكتبوا وعرفوني ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله ونعمله باذن الله. يلا ربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله الامور تعدي على خير باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.